بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مشاهدين الكرام في قناة سجال المعرفة. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس كي يصلكم منا كل جديد، ولايك على الفيديو إن أعجبكم. نبدأ على بركة الله. اليوم أصدقائي سنتعرف على أفراد العائلة بالفرنسية، les membres de la famille. سنتعرف عليهم فردا فردا، ما اسمهم بالفرنسية؟ les grands parents. les grands parents أي الأجداد، أو نستطيع أيضا أن نقول عن السلف les grands parents. le grand père. le grand père. le grand père. أو le papi. papi الجد. في العامية يقال له papi الجد. la grand-mère. la grand-mère. ou bien la mamie. la mamie الجدة. la mamie الجدة. les parents. les parents الوالدين، أو بمعنى آخر تعني أيضا الأقارب. le père. le père ou bien le papa. le papa الأب. la mère. la mère. la maman. la maman الأم. exemple: voici ma mère. voici ma mère. هذه أمي. les enfants. les enfants الأطفال أو الأولاد. les enfants. la fille. la fille. la fille البنت. le fils. le fils الابن. exemple: c'est ma petite fille. les frères. الإخوة. les frères. les frères. la sœur. الأخت. la sœur. الأخت. le frère. الأخ. le frère. الأخ. exemple: c'est le frère de Salim. c'est le frère de Salim. هذا أخو سليم. le neveu. le neveu. le neveu هو ابن الأخ أو ابن الأخت. la nièce. la nièce. la nièce ابنة الأخ أو ابنة الأخت. في الفرنسية المعاني الأفراد في الفرنسية ليست مثل العربية. عندنا في اللغة العربية ابن الأخ نقول عنه ابن الأخ، نفرق بين ابن الأخ وابنة الأخت، لكن الفرنسية لا يوجد تفريق، كلاهما لهما نفس المعنى. ابن الأخ أو ابن الأخت الاثنين نقول لهما le neveu. ابنة الأخ أو ابنة الأخت la nièce. je te présente ma nièce s'appelle Mimi. je te présente ma nièce s'appelle Mimi. أقدم لك. je te présente. أقدم لك ابنة أختي. s'appelle اسمها ميمي. les proches. les proches أو les relatifs. les relatifs هم الأقارب. أيضا les parents تعني الأقارب. كل هذه الكلمات لها نفس المعنى وهي الأقارب. l'oncle. oncle
هو العم أو الخال. La tante, la tante, العمة أو الخالة. le cousin, هو ابن العم أو ابن الخال، ابن العمة أو ابن الخالة. كل هؤلاء الأفراد اسمهم le cousin. La cousine, la cousine. تقال على ابنة العم أو ابنة الخال، ابنة العمة أو ابنة الخالة. La cousine. Exemple, voici ma cousine Nora. Voici ma cousine Nora. هذه ابنة عمي أو ابنة خالي، أو بالأحرى أقول قريبتي. هذه قريبتي نورا. Les petits enfants, les petits enfants, هم الأحفاد، أي أولاد الإبن أو أولاد البنت. Les petits enfants. Le petit-fils, le petit-fils, الحفيد. La petite-fille, la petite-fille, الحفيدة. La belle-famille, عائلة الزوج أو عائلة الزوجة. هي la belle-famille. Les beaux-parents, les beaux-parents, هم والدي الزوجين. أو بمعنى آخر الأصهار. Les beaux-parents. Le beau-père, le beau-père, هو أبو الزوج أو أبو الزوجة. La belle-mère, la belle-mère, هي أم الزوج أو أم الزوجة. La belle-mère. Le beau-frère, le beau-frère, هو أخو الزوج أو أخو الزوجة أو أيضا زوج الأخت. كل هؤلاء لهم اسم واحد في الفرنسية وهي le beau-frère. La belle-sœur, la belle-sœur, هي أخت الزوج، أخت الزوجة، زوجة الأخ. La belle-sœur. La belle-fille, la belle-fille, هي الكنة، أي زوجة الإبن. La belle-fille. Le beau-fils, le beau-fils, هو زوج البنت، أو يقال عنه أيضا الصهر. Le beau-père, le beau-père, هو زوج الأم. كنا ذكرناه سابقا أنه أبو الزوج أو أبو الزوجة، وأيضا له معنى آخر هو زوج الأم. La belle-mère, la belle-mère, زوجة الأب. كنا قلنا أنها هي الحمات، وأيضا هي زوجة الأب، يقال عنها la belle-mère. L'enfant, l'enfant, الطفل. Enfant, طفل. Le garçon, le garçon, هو الولد. ولد ذكر. Le garçon. La fille, la fille, الفتاة أو البنت. الفتاة. La fille, la fille. Le bébé, le bébé, هو الطفل الصغير. Le bébé. Le nourrisson, le nourrisson, الرضيع، أي الطفل المولود حديثا، له أقل من سنة، نقول عنه le nourrisson، رضيع. L'époux, الزوج، أيضا نستطيع أن نقول عنه le mari، le mari. L'épouse, الزوجة، أو la femme، أيضا هي الزوجة. وأيضا la femme عندها معنى آخر وهي المرأة. أيضا la femme تعني الزوجة وتعني أيضا المرأة. Le fiancé, le fiancé، الخطيب.
La fiancée. La fiancée هي الخطيبة. والخطبة اسمها la fiancée. نسيت أن أكتبها لكم هنا. La fiancée. Exemple. Ta fiancée est très belle. Ta fiancée est très belle. خطيبتك جميلة جدا. Veuf ou le veuf, armel, veuf, armel, veuve, armala, la veuve, armala. Merci à tout le monde et à bientôt à une prochaine vidéo.